السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على قناه اليوتيوب. عملت مسابقه على انستغرامي وربحت فيها كم شخص دوله الدريفت، فهلا وصلت على قناه الام كي برفورمانس، بدي انزل اشيك على السياره ان شاء الله تكون امورها تمام عشان بكره ننزل على حلبة. هاي السياره بالكراج، بدنا نشيك على زيتها وميتها ونشوف ان شاء الله تكون امورها تمام. هيدا فك الجنطات، اخذها من دبر الراغب، نغير كوشوك، جاهز واخذ السياره وديها على الحلب بكره مع بيتانول. سلم عليك يا احمد. ايوه حبيبي، اخذت كل الجنطات هي معي بالسياره، بدي اخذها من عند يوسف ابو الراغب نحط كوشوك جديد. لازم خنقوني اذا بكون ريحه السياره كوشوك، هي ريحه حلوه. بس يلا ماشي. شيكنا على الموتور، الامور تمام، ركبنا كوشوك جديد، بكره الصبح بدي اطلع اغسلها وننزل فيها على الحلبة. هاي الجك والعده والجنطات شاب اوف دون شنو. صباح الخير، جهزت الاغراض، اطلع الحلبة على السريع. وصلت كراج الان ام كي، بدي انزل اغسل السياره. طب وانا على السياره وراح اغسلها قبل ما اطلعها على الحلبة. خلص غسيل السيارة، هلا وديتها على الام كي، شيكوا على الموتور على السريع، قاعد باكل اكل زي اللي عن جد، هذا الاكل تعمل الجيم ومي جيم، عارفين عشان العضل، والله فشي شيء اخوان. حملنا السيارة على الونش، نزلنا على الحلبة، مجهز الخيمة والاغراض، نحطهم على الونش ونضل طالعين. وصلنا على الحلبة، هي الشباب كلهم جاهزين، بس مستنى السيارة تأخرت. جبنا لهم ورقة عشان إذا هم صار أي شيء أنا ماليش دخل، خال المسؤولية. طلع سيف الوسخ، صحت يعني. صباح الخير يا شباب، يعطيك بالعافية. جهزنا السيارة، لبست البدلة، بنطلع جولة سريعة. أول واحد يطلع معنا مازن لربح. مازن تفضل معي عشان سيفتي. خوذة. جهز لك الحزامات. هاي رجال الهوا نبطل عين. اول راكب معنا مازن، كيف الاستعدادات يا مازن؟ بالقلب شو مرتبه؟ اوفر من 50. ركب الحزام، نلبس الخوذه ونكون جاهزين. جاهز؟ كيف الاجواء؟ ايش مرتب؟ حبيب القلب يا مازن، تفضل خوي. تعم فكه؟ لا فكه خلص اصلي. صبر عيل. خلص. ايه عيل. حلو. مبروك. ازاي انه حموده؟
لا لا الاول من برد السيارة السريع عشان يطلع معنا هسه الرن الثاني معاذ جاهز؟ السلام عليكم. شباب استاذ محمد كيف المعنويات محمد يعني لبس الخوذه عشان سليفتي ايش ما يقولوا لك سنة ايش ما يقولوا لك انا تقول لي قاعده ولا برا كله مرات بلاس ولا براغي الدنيا Thank you.
حلبه، جبت السياره على كرامز ان ام كي بيرفورمانس، بدنا نبلش نجهزها ان شاء الله للدريفت القادم حيكون بتاريخ 28/8. فاتمنى لي التوفيق ونشوفكم بحلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.